اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش يا عمي، انا باخد حقي. حقك منين؟ اوعى تكون فاكر ان الورقه الخايبه اللي معاك دي هتخيل عليا. لا انا ممكن ادفنك هنا وما خليش فاضل منك غير دماغك البايظه دي. وانا سهل ارد يا عمي. نزل سلاحك يا غزال، ما تخليش حسابك يتقل اكتر من كده. عايز تقول حاجه تانية يا عمي ولا قلنا ورد؟ انت كلامك تبلعه خالص وما اسمعش صوتك. يا خساره يا عبد الله، وانا اللي افتكرت في يوم من الايام انك شبهي، بس للاسف طلعت عيل غشيم. يظهر اني لازم اربيك تاني من اول وجديد، لان ابوك صبري كان حنين عليك اكتر من لازم. اللي تربى تربى خلاص يا عمي، زمن التربيه ولا احنا ولاد النهارده. تعال يا عمي حط يدك في يدي، انت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا؟ هنقتلوا ناس تانيه ولا ناخد حقوق مش حقوقنا؟ لا يا عبد الله، مش عمك سليم اللي يحط يده في يد واحد زيك. خلاص يبقى نورت يا عمي. ومال نورت نورت يا عبد الله، بس هنتقابل تاني. هنتقابل تاني وساعتها هتندم على اليوم اللي انت شديت فيه عن العيلة. سلام لأهل السلام، لكن انتوا أهل نار وهتولع فيكم. بعد ده ادخل. سمير خير يا ولادي؟ في واحدة واقفة بره وبتقول ان هي عاوزة مدير الدار. مش انتوا خبرين ان ما بتقابلش حد في نص الليل؟ روح قول لها النهار روح عنين. لما قلت لها الصبح قالت. قالت ايه؟ مالك بتقطع ليه؟ قالت ان هي بنت زين العطار. زين العطار؟ ماشي يا بنت الغالي. مالك يا حبيبي؟ لا ما فيش حاجة، بس بركز شوية. أقول لك إيه؟ اعمل لي فنجان قهوة. قهوة؟ القهوة قدامك أهو، وأنت مش شربتش منها حاجة، دي حتى بردت. معلش مش مركز. هو أنت لما رحت الوفيق قالك حاجة ضايقتك؟ لا 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 ما تشغليش بالك انتي، ما فيش حاجة. هو انت ناوي على ايه؟ كل خير ان شاء الله. بقولك ايه؟ دهيلي رؤية، مش عايز حد ياخد باله. يلا. حاضر. نورت الدار يا بنت الغالي، مش كنت تقولي كنا استقبلناك احسن استقبال؟ ده احنا برضيك بنعرف نستقبل الضيوف. هو انا ليه بتصل بيكوا كتير قوي ومحدش بيرد؟ كيف ده عمرها ما حصلت؟ لا حصلت، حصلت كتير. انا اتصلت اكتر من مره عشان اسال على حسن اخويا، ويوم ما رديت وقلت لي ما فيش حد هنا اسمه حسن. حسن ما بيجيش في الدار وما حدش خابر طريقه. طب ما تعرفش اي طريقه اوصل له بيها؟ ما قلت لك حسن من يوم ما هاجم الدار محدش خابر أترى. العلم عند الله يا بنتي. اسمعي، الوقت اتأخر والليل هنا واعر قوي، وانت ضيف عندينا، وعرف الدار بيقول حتبيت هنا. انا هخلي العيال يجهزوا لك المضيفة، واللي معاك ده 8 حيبيت مع العيال. حصلوني الراجل الشرير ده، هو ليه عمال يقول ضيوف ضيوف؟ ده انت حتى اسم ابوك بره على باب الدار. سيبك منه يا تمني. بقول لك ايه، انا عايز اتفق معاك على حاجه. فهمت يا رؤية؟ اوعى حد يحس اني جنبك. ما تخافش والله، واديك هتشوف.
الو مين؟ ازيك يا هايدي؟ انا رجية. رجية بنت زينب العطار. عايزه مننا ايه تاني يا رؤية؟ استني بس، انا ماليش دعوه بحاجه، انا وابوي مش موافقين على اللوم عملته، وغالي صبره كمان مش موافق. انا قلت اتصل اعرفك واطمن عليكم. انتوا بخير؟ يعني عاجبك اللي عملوا فينا ده؟ احنا هنا ما عارفينش حاجه، طمنين عليكم كلكم بخير. والبت عالية بخير؟ عبد الله يا ستي طردنا من القصر وضرب نار على حازم في رجله، وحاج السلمى عنده، وعالية كمان معاهم هناك. ما دخلتنيش ليه معاك يا عمي؟ ما كنتش ضامن رد فعلك. بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. يا عمي انا كنت هسكت، انا بكبر بيك. المهم ناوي على ايه؟ انا كنت عارف ان انا لا هاخد لا حق ولا باطل، انما برضو كان لازم اعمل الزياره دي علشان لما تربقها على دماغه ودماغي اللي معاه كلهم ابقى عملت اللي عليا. ما قلتليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو؟ مفيش رد فعل؟ دي ناس كتير جاوا مشايره الفيديو بتاعك يعني ونشرين الصوره الحقيقيه. انت عارف الفيديو ده عامل كام مشاهده على اليوتيوب؟ كام؟ لا معرفش، انا بسالك انت كام. طب اخرس. اصل يا عم ناس كتير كلموني بيقولوا لي مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، كانك نجحت في الثانويه العامه يعني. بس الناس كلها يا عم بتقول انك الظلام. طب كويس كويس. الله صحيح، قول لي يا عم ايه المكالمه العالميه اللي جاتك دي؟ مكالمه عالميه يعني. يا ابويا يا عم سليم، يا اخويا يا عم سليم. أول ما قلت ألو عينيك بربشت ونفسك ما طلعش. أنا قلت عم سليم هيروح مني ولا إيه؟ مش هتقول لي اسمها إيه؟ ساكنة فين؟ لابسة إيه؟ أشوفها ميتة. لا مش هقول لك حاجة واصل. اخرس. ماشي. المصيبة يا فارس إن أنا كمان مش عارف أوصل لها. كل ما أكلمها تليفونها مقفول. مقفول ولا غير متاح؟ بس هي خدمتنا. الناس كلها بتتفرج على الحلقة، وكله بسبب مين؟ بسبب الجو. جو؟ ايه دي الكلام القديم ده؟ قديم؟ تليفون يا عم، انا جاي لي تليفون. انا جاي لي تليفون، ما تتكلمش. ثواني يا عم، ما تتكلمش خالص، جاي لي تليفون اهو. سامع سامع، رد. الو. سارة. ايه يا عم فارس؟ خير يا عم سارة. بقولك ايه؟ انا عايزاك كده في مصلحة على الماشي. بص يا سيدي، انا عايز اعمل معاك حوار صحفي، ايه رأيك؟ معايا انا؟ ايوه. ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا، وانا بقى لازم استفيد واعوض ال 120 جنيه. ده كله بسبب حلقة عم سليم. بالظبط كده. مصلحك دي من اولها. ما هو يوم ليك ويوم عليك. ويا عم تبقى رديتها لي ولا ايه؟ لا يا ست. ماشي. طب ايه؟ هظبط واشوفك ولا عايزه على التليفون؟ لا المهم اشوفك ونتقابل. خلاص اتفقنا، هظبط واكلمك. ماشي. سلام يا معلم. سلام سلام. مين دي؟ الجو؟ الجو؟ الجو القديم ده يا عم. شغل فات كله كوم اتيكا، والواد 8 ده كوم تاني. اللي يخضر ملوش مكان. وده غدر بيا. وفختي. الواد ده لازم يموت وبإيدي. انت كبير يا معلم، الواد ده عيل تافه، ده تسيبهولي انا بقى. ده العشان برضه هديك. وبالنسبه لشغلنا بقى ايه؟ مفيش شغل غير لما الواد ده يجي ورابطه تعلق على باب الحاره، والناس كلها تعرف ان ده جازات اللي يكسر كلام يحيى العطار. والله انت كبير، وحياه امي ما زينه. عملت اللي انا قلت لك عليه؟ بس الغريبه ان ما كانش في حد عايز يتكلم معايا غير واحد اسمه عزيز. بيقول لي كده تقريبا ان في واحده هي اللي عارفه عنه حاجات اسمها رحمه، عند بيت او عند محل حمزه اللي عند البيوت جوه. طب بص، احنا نتحرك لعندك على طول. اوكي. يلا بينا. على فين؟ عايزين نخرج. عم سميح عمر ما حدش يخرج ولا يدخل من الدار الا باذنه. يعني ايه؟ يعني انتوا حابسيننا هنا؟ خطوه كمان وهفرغ السلاح ده فيك. دي اوامر عم سميح. فهمت ولا لا؟ لا بصراحة بقى ما فهمتش.
ومش تمانية اللي تعمل معاه الغلط عشان تبقى فاهم. اللي انت بتعمله ده هو الغلط. انتوا بتتكتروا عليا عشان في حتتكوا؟ ما تنشفش. امين. يعني انا محبوسة هنا ولا ايه يعني؟ مين قال؟ انتوا ضيف عندينا، واكرام الضيف واجب. ضيفة ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت قاعدة هنا معززة ومكرمة، وديك عليا لحد يأذيكي ولا حد يقرب لك، بس على شرط الباب ده ما تخطيهوش. ليه؟ اهو ده اللي زعل عاد. السؤال ده مش من حقك تسأليه. ولا انت من حقك تقولي اعمل ايه وما عملش ايه. ماشي، مع ان اللهجه دي مش عجباني. ما هو لازم دلوقت تعرف انت بتكلم مين. الخريطه اتغيرت والدنيا اتشقلبت. سبحانه. طب فين تمانية؟ الواد اللي معاك ده ما ترباش. رفع سلاح، وعرف الدار اللي يرفع سلاح تنقطع يده. بس انا قلت كفايه عليه حبس ليلتين. قولي لي ليه؟ عشان انتي بنتي الغالي.